ونشوف اخر الاخبار عنده. مساء الخير يا شريف. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد، يوم سعيد يا رب باذن الله لكل جماهير النادي الاهلي. مباراه الاهلي والمقاولون العرب في الخامسه عصرا على استاد الاهلي، والسلام يا رب باذن الله يكون يوم سعيد والاهلي يفوز على فريق المقاولون العرب. يوم النادي الاهلي بدأ نصف صباحا كانت وجبة الفطار، الساعة 1 الظهر كان في محاضرة فنية لمستر موسيماني أعلن فيها التشكيل اللي هيخوض مباراة المقاولون العرب. بعد انتهاء المحاضرة الفنية اللاعبين طلبوا عقد جلسة منفردة مع بعض، ويمكن تكلم فيها الكباتن الكبار كبار الفريق سعد سمير، علي معلول، أيمن أشرف، عمرو السولية، اتكلموا خلاص بقى فقدنا أكتر من نقطة، كفاية كده هوت، لازم نكون رجالة، لازم نعوض في المباراة المقبلة، ومن أول مباراة المقاولون العرب يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. محاضره كانت مهمه جدا عشان اللاعبين حاسه بالمسؤوليه، والكل شد من ازر الكل عشان باذن الله يكون يوم سعيد لكل جماهير النادي الاهلي. يمكن الغداء كان في الواحده والنصف ظهرا، التحرك هيكون الساعه 3 على استاد الاهلي، والسلام يمكن الوصول حوالي 20 25 دقيقه، ويكون الاهلي في استاد الاهلي والسلام. غيابات النادي الاهلي كتير النهارده، اكرم توفيق، رامي ربيعه، وليد سليمان، محمود وحيد، ومحمد الشناوي اللي خلاص اتحاد الكره اعلن ايقافه مباراه واحده. حكام اليوم حكم ساحه محمود ناجي، مساعد اول هاني العراقي، مساعد ثاني اسامه السيد، حكم رابع محمد عبد الحفيظ، حكام الفيديو اليوم جهاد جريشه ومساعده حسني سلطان. يا رب باذن الله النهارده يكون يوم موفق لكل جماهير النادي الاهلي. دي كانت كل كواليس فندق اقامه النادي الاهلي. عوده ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل.